عايزين حضرتك توضح لنا يعني تذكرنا هو استدرجها ازاي او وهتك عيضها ازاي يعني او ازاي استدرجها المثال الواقع الموقع. هو المفروض في بداية الواقع ان هو كانت متواجدة عند شقيقتها اللي هي اختها في منزل الزوجية في منطقة حرم سيتي، وكانت اخت المجني عليها متواجدة خارج المنزل، فاستوحى له الشيطان بسبل وحيل شيطانية بأن استدرك المجني عليها وهي طفلا، وتم استخدام الفارق البنياني الجسدي والمفارقة الجمة بينهما وتهديدها وترويعها، وتم كشف عورتها وخط غشاء بقارتها في ذلك الأمر وذاقع سلتها وفقا لما هو وارد بنص التحقيقات، وأيضا تم اختطاف المجني عليها وهذا وارد أيضا في أمر الإحالة وفقا لنص المادة 92 وقانون العقوبات، أنه أيضا خطف المجني عليها وتوارى بها خمس يعني مرات. يعني دي مرة تانية. مرة تانية. هو لن يعاقبها مرة واحدة فقط. بس هي ما كانتش عايشة معهم في نفس ال. هي كانت قاعدة معهم فترة بسيطة، مش قاعدة معهم طول الفترة، هي كانت قاعدة مع والدها. وتعدى عليها خلال الفترة دي. خلال الفترة دي تعدى عليها كم مرة؟ لا هو وفقا لموارد بالأوراد وأكثر من مرة، وفقا لموارد في نص التحقيقات. والخطف كان كم مرة؟ وخطف كان مرة واحدة بس، وأيضا تم إحالته بعقوبتين. تم حالته بعقوبتين، في عقوبة حد العرض أو الاغتصاب اللي هو بيعاقب برأس المال 267، وأيضا بمادة 290 اللي هو الخط. حال النهاردة هو بيعاقب بعقوبة إيه؟ هو بيعاقب بالعقوبة الأشد اللي هو المواقعة اللي احنا بنسميها في اللغة العامية اللي هي الاغتصاب، بل العكس من ذلك إن المشارك ومقرونة بالخط، اللي هي مقرونه بالخط، لان هو كل عقوبه متجزئه، كل عقوبه ليها عقوبه لوحدها من مواد الاتهام، ولكن احنا في القانون عندنا بيعاقب بالعقوبه الاشد. القانون هنا مش القانون لوحده بس هو اللي بيعاقب الجريمه الشنعاء، بل المجتمع جعل ليها سياج، والشريعه الاسلاميه ايضا جعل الفقهاء ان عقوبه المغتصب او هاتك العرض جعل عقوبته مثل عقوبه الزاني، بل جعلوا ليها عقوبة أشد من ذلك، هي عقوبة تسمى عقوبة المحاربة. يعني عقوبة المحاربة أنه يتقطع أيديهم وأرجلهم وخلافه أو ينفع من الأرض، ودي تسمى بالقانونية هي عقوبة المواقعة. طيب هل المتهم النهاردة توافق عليه أركان الجريمة، أركان الجريمة اللي جعل ليها المشرع النهاردة عقوبة رادعة لكي يحمي أطفالنا وكي يحمي بناتنا من الوقوع في تلك الجرم؟ لأن احنا النهاردة احنا بنظهر بناتنا، وبناتنا بتخرج في الشوارع سواء الذهاب إلى العمل أو للمدارس أو الأطفال البراء. النهاردة هو قتل غريزة وطفولة في حق المتهم، براءة الطفولة في حق المتهم ليس هي فحسب، بل حصر عليها أمتها أبوها وأمها وهم فلسة. طب ممكن حضرتك النهاردة تحكي لنا على الكواليس اللي حصلت؟ هو كان المفروض النهاردة أن القضية مؤجلة لورود تقرير المفتي. طبعا أن زي ما احنا قلنا أن عقوبة المشرع، أن عقوبة المشرع لما رأى القاضي أن تتوافر في حق المتهم بظرفيه للظروف المشددة زي ما احنا قلنا درجة حداثة السن المجني عليها، وأيضا قرابة أو احنا نأسف من ضمن المتوليين على تربيتها، أن المتهم وكان متزوج أخت المجني عليها، فهنا أركان الجريمة توفرت وهو القصد الجنائي وركن الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وأيضا توافر الظرف المشدد. فطبعا القاضي أصدر حكمه بالإعدام، ولكن لا يجوز تطبيق نص الحكم للقانون، لابد من إرسال القضية بركنتها إلى فضيلة المفتي لإبداء رأيه هل بتطبيق وبتأييد حكم الإعدام من عدمه، وهنا القاضي ليه سلطان في ذلك الأمر لو أن يعدل بعد أن يرد رأي المفتي، لأن رأي حكم القاضي يعني ممكن القاضي يعدل ممكن الحكم القاضي يعدل بين الحكومة ما بين الإعدام لا طبعا ما بين 25 سنة على أحكام القضاء. طب وتم حضور المتهم النهارده؟ احنا بنقول عايزين نسأل حضرتك يعني في خلال الفترة انت قلت في خلال الفترة اللي هي كانت قاعدة مع جوز اختها واختها هو وقعها اكتر من مره، هم عرفوا امتى؟ هو عرفوا امتى لان اختها بعد ما رجعت البيت
لان هي كانت متواجده اثناء وقوع الجريمه اثناء نقول وقوع الجريمه الشنعاء. فلما رجع دي حكت طبعا لها وكلمت اختها كلمت والدتها وقصت عليها الموضوع. ثم بعد ذلك توجهوا الى رجال الشرطه وتم تحرير محضر لتلك الواقعه. نرجع بقى للنقطه اللي احنا بنثارها في الاوراق. احنا النهارده الموضوع متوقف على ايه؟ ان خلاص القاضي توافرت العقوبه بظرفيها بظروفها المشدده، سواء كانت عقوبه المواقعه او عقوبه الخطف. ولكن زي ما قلت لحضرتك تم ارسال القضيه الى فضيله الشيخ المفتي. احنا منتظرين راي فضيله الشيخ المفتي في الجلسه اونه الثالثه في البيان. تم تاجيل القضيه لورود التقرير فضيله المفتي. وايضا اليوم لم يرد تقرير المفتي، ولكن الى وقتنا هذا لم يتم تاكيد الخبر ولم يتم معرفه ميعاد الجلسه. هل سيتم تاجيلها في رول العقاد القادم اما بعد العقاد الرول القادم؟ زي ما قلت لحضرتك راي المفتي هنا هو ليس راي انساني او وجوبي على المحكمه، بل هو راي جوازي للمحكمه له ان تاخذ به وله ان تتنحى عنه. بل الادهى من كده المحكمه هي وشانها سرد وتحديد العقوبه، وايضا المتهم له كامل الحريه بان هو يدافع عن التهمه اللي مكتوبه اليه. ماشي حضرتك، هو لما تم اختطافها المجني عليها كان بعد تحرير المحضر ولا هو وقعها مره بعد المحضر؟ بعد المحضر، لانه تم اختطافها لكي يتم ابتزازهم بالتنازل كان انتقام يعني. وهذا ثابت وفقا للمحاضر المرتقبه بالاوراق. ايوه. وساوي مقابل فلوس ولا اختطاف؟ لا هو بالنسبه لحضرتك انا عايز اسال حضرتك سؤال. انت قلت لي ان هو وقعها اكتر من مره في خلال الفتره اللي هي قاعده معاهم في البيت، الكلام ده صحيح؟ لا، هو مش خلال الفتره، هي اول مره وقعها وهي موجوده في منزل. هي موجوده في منزل المره الثانيه لما خطفها هي سجنت بعد ما لا هي بلغت اختها على طول من اول ما تمام. بعد بقى ما خطفها، يعني هو خطفها بعد ما اتخذ ضده اجراء قانوني. هو خطفها وتعدى عليها لوسيله للضغط عليهم وتم الاعتداء عليهم نفسيا في مكان ثاني، وتم تحديد محضر تلك الواقعة وتم تلك ولم يتنازل بقى كان على المحضر الاولاني بعد ما خطفها. لم يتم التنازل بل تم سرد التحريات، والتحريات اثبتت صحه الواقعة في ذلك الامر. فان شاء الله احنا نامل ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ان تكون العقوبه رادعه وهو تطبيق اقصى عقوبه على المتهم، وان شاء الله يكون راي المفتي موافق لراي القاضي ان شاء الله باذن الله. الفتح الشرعي ثم بعد ذلك احيلت القضيه برمتها الى محكمه الجنايات، وكانت منعقده في محكمه سنهم، وتم تداول الجلسات وتم تاكيد دفاعنا عن المجني عليها. طبعا المتهم هنا بيعاقب وفقا لامر الاحاله الوارد، انه بيعاقب وفقا نص الماده 267 وايضا 290 من قانون العقوبات. نص الماده 267 يقول في تحواها من وقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاعدام او السجن المؤقت ويعاقب الفاعل بالاعدام. جعل المشرع هنا في ظروف مشدده، اذا كانت السكانه المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنه. هي كان عندها كم سنه المجني عليها؟ هي لم تتجاوز سن 18 سنه، هي عندها 15 سنه ميلاديه تمام. والقانون جعل عقوبه اشد ايضا في ذات الموضوع، قال لك او من ضمن المتولين تربيتها او ملاحظتها. فزوج الاخت يعد كزوج الام، هو برضه من ضمن المتولين على تربيتها او ملاحظتها. فهنا تواجد في تلك التهمه ظرفين مشددين في تلك العقوبه، ان هو حداثه سن المجني عليها لاقل من 18 سنه، بل الاشد من ذلك ان هو يعتبر من ضمن المتوليين تربيتها. هذا وفق النص الماده 267 من قانون العقوبات، والمشرع خطا لذلك الامر، وتم تعديل العقوبه وفقا للقانون رقم 11 لسنه 2011.